كنا اخويا حنايا غاديين كنمارسو العمل ديالنا كيف ما كيف العاده. كنتفاجئ بواحد الراجل حدانا كيمشي كيشير لينا فاش درنا عنده. كيقولنا عنده واحد الحاله ايرجو مشينا كنلقاو هاد السيد هذا نيش عنده جوج ضرباش، عنده وحده هنا وحده هنا جوج ضرباش كراب. مشينا ديناه للسبيطار مولاي الحسن، دينا سبيطار مولاي محمد الخامس. من محمد الخامس داروا لي ريفورسمون تما وشافوا شنو عنده وصيفطونا هنا 20 غوش. دابا جبنا راه بطول البلوك دابا ان شاء الله غادي يكون بخير. الحاله ديالو دابا مستقره كيدوي فهمتي بخير، ولكن فيه شويه تراخي راك عارف ضاع منه الدم هادشي اللي كاين. كاع الناس تحدثوا على انكم عن واحد السرعه جبتوه تبارك الله عليكم. ما كيفاش انتقلتوا من هنا لهنا؟ هادشي راك عارف راه سر المهنه، راه حنا راه هادشي كنضلوا كنديروا فيه وكنباتوا كنديروا فيه. راه ما هادشي كان الشكر ديالو من عند الله سبحانه وتعالى ماشي من عند شي حاجه. هادشي اللي كاين يعني هذيك السرعه ديالكم راه كانت هي الحاسمه في ان السيد وقع على قيد الحياه. ضروري قدرتوا تمشيو بسرعه حطيتوا واحد الخميس زيتوا واحد الخميس جبتوه هنا ضروري. هذيك كما قلت لك هذيك هي سر المهنه ديالنا واش فهمتي. الا ما درناش بحال ما هكاك راه ما هاد السيد هذا راه ما غاديش يشي. حنا فهمتي السرعه راه هي باش خدامين حنايا ورضا ديال الله سبحانه وتعالى وديال الوالدين. هادشي اللي كاين تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.